السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام من كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله. سلمت مرتين سلامات. سلمت مرتين أنا. إيه السلام ثلاث مرات عادي شو المشكلة؟ عموما يا أخوان رجعنا لكم فقرة مقادير. باقي أنا زعلان في حالة صدمة من البارح ونبكي إلين ما جيت آخر ما جيت قبل شوي مسحت دموعي وقاعد أشوف أنس في كل مكان في كل زاوية قاعد أشوف أنس. حاول انكم ترجعون بالقرار اغد انكم زليتوا ودكم ترجعون في القرار ردوا عسى الله يوفقكم ان شاء الله والصحيح ولا قصورهم باخوياه ملح النسخه طلعونه وانا مصيبه من البارح وانا ابكي يا عيال يا اخي نعم من البارح لله عليه فقده يا اخي في المكان تخيل من البارح وانا دنها نبدا فقره مقادير مع الشباب اللي ما شاء الله تبارك الله وش راح يختارون؟ وش راح تختارون يا شباب؟ الحمى الحمى وش اللي موجود الحين؟ الله 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 بقول لك حاجة ايوه انا بقول لك حاجة إيه؟ خلك من الحمى السلام عليكم بب هذا وشو؟ الحمى خلك من هذا قهوة من كبا؟ ما ادري من كبا طيب يجوز ان نطبخ على هذه يجوز اني اطلع فاص وادخل تهاوش مع الانتاج ولا ما يجوز لا هم عقب ما ارجع من الصلاه صلهم قواهم اخوان فقره المطبخ انتم عارفين انها رسميه اجي للمطبخ القى كل شيء جاهز نرجع نعيد غاز مطبخ وسخ ما يصير يا اخوان الغاز كله قهوه اسمع اطلع لي فاصل وخلي الانتاج يجي ينظفه اطلع لي فاصل اطلع لي فاصل سلطان كانت حلوة عليك الله يبيك كيف الحال بصحتك اشتغلنا اي بالله اشتغل شلوا احداها اشوف بس لا خلها